صراحة في هذه الزيارة هذه المستشفى 20 غشت نشوف الوليدات الصغار المرضين بأمراض السرطان، صراحة إحساس ما زوينش تشوف وليدات صغارين عندهم مرض كبير بحال هذا. كنتمنوا لهم الشفاء العاجل. حنا الحمد لله جينا باش واخا نرفعوا غير شوية من المعنويات ديالهم، حيت هما هادشي اللي محتاجين ليه حاليا. كيف ما هما دائما كانوا كيشجعونا في رقعة الميدان، حاولنا ولو واحد جزء بسيط أننا نجيو اليوم ونفرحوهم ونكونوا نفطروا معاهم إن شاء الله، والله يجيب لهم الشفاء اللي تنتمناه. رجعوا شويه لرشيد باش تشدوهم كامل. احنا معنا الكوت باسل للمزيد من المعلومات، ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.